بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله نبدأ شابتر 6 اللي هي Internal Forced Convection. نبدأ المقطع الأول، نشوف فيه Introduction, Average Velocity and Temperature. طبعا الـ Internal Flow لها استخدامات كثيرة، منها مثلا لما يكون في عندك مكان معدن ودك تنقل له هواء ساخن أو موية باردة أو أي شيء، فأنت عندك اللي هو تطبيقات اللي هو التسخين والتبريد، فأنت كيف تنقل هذا الليكويد أو غاز اللي موجودين عندك؟ أنت تنقلهم عن طريق إيش؟ عن طريق pipes أو ducts. لاحظ هنا عندي water ودي أنقله عن طريق إيش؟ عن طريق pipe. هنا عندي غاز أو air ودي أنقله عن طريق إيش؟ عن طريق هذه الدكت. طبعاً كيف تنقلوا من هنا الى هنا؟ كيف تنقلوا؟ طبعا تنقلوا بطريقه الضخ، اذا كان ليكويد فانت تضخه باستخدام بامبس، او اذا كان غاز فانت تستخدم الفانس علشان تضغط عليه علشان تحركه من مكان الى مكان. هلا بدنا نشوف ايش هي المين فيلوستي. المين فلسطين نحصلها في الحالة المثالية والذي لا يزيد هنا، نقول إنه الدكت هذه اعتبر إنها دكت، مثلا كروس سكشن تبعها هو AC، نقول إنه إيش السرعة هنا، نمثلها بسرعة متوسطة، هذه هي المين فلسطين اللي ودنا نجيب هنا. ساعتها يكون conservation of mass، الكمية الأمضات اللي مارة من هذا الماس المارة من هذه الدكت، نقول إنها تساوي أمضات تساوي رو في MAC. أما في الحالة الحقيقية اللي هي الأكتوال، نعرف إن السرعة، لاحظ السرعة إنها على الوولز تبع هذه البايب أو على جدران هذه البايب إنها تساوي صفر، وكلما بعدنا في اتجاه السنتر كلما زادت السرعة هذه لحد إنها تصل الماكسيموم عند السنتر. لاحظ نحن هنا ودنا انطلاقة من السنتر، ودنا المسافة في اتجاه الوول هذا ودنا نسميها R، طبعا حتتغير لما توصل لل عند جدار هنا اللي هو الوول، جدار البايب هذه نسميه الريجس، هذا يساوي R في حالة السيركلار بايب. أوكي، هنا يساوي طبعا لازم ناخذ التكامل لأنه نحن نتكلم عن الR قاعدة تتغير، الرو الفي هنا كانت عندي في M، لا هنا عندي الفلوستي تتعلق بالR وتتعلق بالإكس، الإكس قصدنا الإكس اتجاه الإكس أكسس، والR قصدنا الR اللي شفناه هنا. طبعا لاحظ إنه الفلوستي هنا قاعدة تتغير. المساحة اللي هي نحن مساحة المقطع الموجودة عندنا كمان تتعلق بالR، إذا نقوله DAC وطبعا كامل بالنسبة للAC. إذا قديش طلعت الفي ام هذه؟ ساوي هذا التكامل الموجود عندي هنا اللي هو هذا عندي هنا، أقسم على إيش؟ على رو اي سي. رو اي سي قلنا اللي هو في حالة الأجلايزد، صح؟ إذا قديش الاي سي تبعها؟ الاي سي هنا نتكلم عن مساحة هذا المقطع كله، هذه تساوي باي R سكوير اللي هي عندي هنا باي R سكوير. هنا عندي الـ AC، الـ AC إيش تساوي؟ نحن هنا ودنا ناخذ سيركلر بايب. سيركلر بايب حتكون المساحة لما يكون هنا حتكون المساحة تبعه إيش؟ باي إيش؟ باي R سكوير. R سكوير هنا R تتغير، لما ناخذ DAC فأنت تشتقها تعطيك 2 باي R DR، تختصر الباي مع الباي. وهنا قال لك incompressible flow، هذا الشيء يعني انه الدنسيتي ثابتة، اختصرها من الطرفين فتحصل معادلة المين فيلوستي هي هذه، تتعلق بالبروفايل تبع الفيلوستي تتعلق بالريجس. هلا بدنا نشوف المين والافرج، نفس الشيء الافرج فيلوستي تمبريتشر. هلا لاحظ مثلا البروفايل تبع التمبريتشر هنا يختلف اذا كنت في حاله تسخين او في حاله تبريد. هنا مثلا مين اللي اعلى درجه حرارته؟ هل هو الفلود اللي الفلو اللي مر من هذه البايب، ولا اللي هو جدار الوول تبع البايب؟ طبعا واضح انه التي اس هنا هي الاسخن، صحيح الوولز هنا ساخنين والفلود فلو اللي مر من داخلهم بارد، إذا نحن قاعدين نسخن الفلويد فلو الموجود هنا عن طريق الوولز. إذا درجة حرارة هنا في السنتر تساوي اللي هي المينيمم، وعند الجدران تساوي مساحة التي اس اللي هو السطح،
لما يكون العكس ايش يصير عندي؟ يصير عندي بهذا الشكل. التي اس هنا هي اقل درجه حراره، كلما بعدنا في اتجاه السنتر كلما زادت التمبريتشر، وهنا هذه اللي هي التي ماكس. في هذه الحاله يكون ايش؟ مين اللي قاعد يتسخن؟ هذا الوول سيرفيس قاعد يتسخن بسبب الفلود فلو اللي داخل هنا. ودنا نجيب هنا الانرجي ترانسبورتد باي فلود ثرو كروس سكشن ان اكتوال فلو. في حاله الاكتوال صار عندي ام، طبعا القانون هو ام دوت سي بي تي، تي في حاله الريال، الاجلايز هي هنا تي ام ثابته، اذا ام دوت سي بي تي ام. في حاله الاكتوال نقول ام دوت سير دي ام دوت، هي نفسها كانت عندنا المره الماضيه اللي هي ايش؟ اللي هي رو في دي اي سي. بدنا نجيب هلا تي ام، المطلوب منا هنا هو تي ام. تي ام نقسم طبعا هذا التكامل نقسمه على ايش؟ نقسمه على ام دوت سي بي اللي هو ام دوت سي بي، الام دوت اللي هي قيمتها رو في ام، شفناها في السلايد الماضي كمان، باي ار سكوير. فتجي عندنا المين تمبريتشر او الافرج تمبريتشر قيمتها هي هذه. يلزمنا بس توزيع التمبريتشر هذه وتوزيع الفيلوسيتي نطلع منه مباشرة التي ام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.